إسرائيل الكبرى تنفذ حلمها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلام مهم جدا جدا وصادم للبعض، لازم تفهمه كويس جدا، خاصة لو انت من السعودية، تركيا، سوريا، الأردن، لبنان، العراق، مصر وباقي الدول العربية. طبعا مشروبك السخن، واضغط إعجاب ومتابعة للقناة وشارك الفيديو بين أبناء الوطن العربي كله علشان تشارك في معركة تنوير الدماغ. هل سمعت قبل كده عن الخطة الاستراتيجية لدولة الاحتلال في الشرق الأوسط؟ هل تعرف كيف يرى نظام الاحتلال الإسرائيلي دول منطقة الشرق الأوسط؟ هل هذه الخطة بدأت بعد 7 أكتوبر ولا كانت من قبل كده؟ إلى أين ستنتهي هذه المخططات؟ يعني هتوصل لحد فين؟ وليه إحنا ما نعرفش عنها حاجة؟ وإزاي هنعرف عن المخططات دي؟ خاصة إن كانت بتصدر من مراكز خاصة وناطقة باللغة العبرية. ما هي هذه الدول المستهدفة بهذه المخططات؟ وكيف ستتعامل هذه الدول بعد معرفة هذه المخططات مع دولة الاحتلال، مع العلم إن كل أسلحتها تقريبا تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية؟ هيعمل إيه الشعب السعودي لو صحي من النوم الصبح ولقى دبابة الميركافا الإسرائيلية في قلب المدينة المنورة أمام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفس الكلام هيعمل إيه الشعب المصري لو صحي من النوم الصبح لقى قوات الاحتلال في قلب العاصمة المصرية القاهرة وهي اللي بتدير الأمور؟ ماذا سيفعل الشعب العراقي لو عرفته دلوقتي إن كل اللي حصل في العراق تقسيم البلد لدولة أو لحكم سني ولحكم شيعي ولحكم إثني كردي، إن كل ده كتبه مراسل حربي إسرائيلي في صحيفة هآرتس العبرية سنة 1982؟ هتعمل إيه بعد ما تعرف المعلومة دي؟ هل يعلم المواطن التركي أن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية تقضي بتقسيم الدولة التركية وإثارة الفتن والقلاقل فيها؟ ما الفرق بين أرض الميعاد وبين الأرض المقدسة؟ دايما بنسمع في وسائل الإعلام وفي نشرات الأخبار أرض الميعاد، الأرض المقدسة، إيه الفرق بينهم؟ هل تعلم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هزمت الجيش المصري في 3.5 حروب 48 و56 و67 ونص هزيمة، وأخرجتها من الصراع تماما بعد عام 1973؟ هل تعلم هذه المعلومة؟ لماذا تتواجد حاملات الطائرات الأمريكية دلوقتي بالتزامن مع العمليات العسكرية في قطاع غزة؟ ليه الحاملات الطائرات دي موجودة دلوقتي حالا في منطقة الشرق الأوسط؟ من القادم بعد لبنان؟ قوات الاحتلال هتقف عند لبنان ولا في خطوة بعد كده هتوسع فيها الحرب؟ مين الدولة القادمة بعد لبنان؟ لماذا بنى عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من كيان دولة الاحتلال؟ لماذا بنى مبنى وزارة الدفاع المصرية في نفس المكان بالقرب من دولة الاحتلال؟ ليه كل إدارة الدولة المصرية اتنقلت في الصحراء الشرقية تحديدا، مع العلم ان معروف ان المنطقة دي ضمن احلام واهداف ما يسمى بإسرائيل الكبرى؟ ليه؟ لماذا باركت دولة الاحتلال وجود إبراهيم العرجاني ابن قبيلة الترابين على رأس اتحاد القبائل العربية ومقر سينا؟ ليه؟ كل دي أسئلة محتاجة حلقات كتيرة جدا هنجاوب على بعضها في الحلقات دي، وانت لازم تبحث عن إجابات للأسئلة اللي ما جاوبناش عليها. قاعدة مهمة في البداية لازم تعرفها، ان دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تخرج من اي شبر احتلته عسكريا الا بعد ان يكون تحت سيطرتها. دي القاعدة الاولى اللي لازم تعرفها. القاعدة التانية المهمة اللي لازم تعرفها، ان دولة الاحتلال لا تتوقف عن الحروب والصراعات واختلاق المشاكل، لانها بتتغذى في سياستها على مثل هذه الحروب، تستغلها في اتساع رقعة الاحتلال اللي تحت سيطرتها واكتساب وابتلاع مزيد من الأراضي المحتلة رغما عن أصحاب هذه الأراضي. دي القاعدة التانية اللي لازم تكون في دماغك. في الأونة الأخيرة بدأت حسابات تابعة لدولة الاحتلال بنبرة عالية بتقول إن الوقت أصبح مثالي لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى، دولة ما بين النهرين من النيل إلى الفرات. بتقول إن الوقت ده بقى مثالي جدا، خاصة مع الانبطاح الكامل من الحكومات العربية، وإن الشعوب العربية أصبحت في خبر كان بعد وقوعها تحت نيران
الظلم والطغيان والاستبداد وممارسة سياسات الاستعباد من زمن طويل، فبتقول الحسابات ديت أن الوقت بقى مناسب جدا لتحقيق هذا الحلم الممتد منذ عشرات السنوات. تزامن ذلك مع كلام كبار المسؤولين في الكيان خاصة من المتطرفين بيؤيد هذا الكلام وبيطالب فعلا بانتهاز الفرصة وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. طبعا التصريحات دي تصريحات خطيرة ومهمة، أعادت للأذهان اللي قاله مؤسس كيان الاحتلال تيودر هيرتزل، اللي قال نصا إن خطته لا تقتصر على دولة يهودية فحسب، بل في تحقيق وعد الله الذي قطعه الله على نفسه لإبراهيم عليه السلام، زي ما بيقولوا في الكتب المحرفة إنه في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. الكلام ده جاء في التوراة، طبعا التوراة المحرفة، سفر التكوين في الإصحاح 15 و18 و21 مع اختلاف العبارات. طبعا كمان الحسابات لما تكلمت والصحفيين لما تكلموا والمتطرفين من المسؤولين في دولة الاحتلال لما تكلموا، أعادوا للأذهان كلام بن غوريون أول رئيس وزراء في دولة الاحتلال. كان بيقول إيه بقى بالنص؟ بيقول إن خريطة فلسطين الحالية هي خريطة الانتداب البريطاني مش بتاعتنا دي، والشعب الإسرائيلي له خريطة أخرى يجب على شباب الكيان أن يحققوها، وهي خريطة التوراة، التوراة بتاعتهم المحرفة، التي جاء فيها: وهبتك يا إسرائيل ما بين دجلة والفرات. ده كلام ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء في دولة الاحتلال، طبعا كلام في منتهى الخطورة. نرجع بقى لخطة يينون، الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع الشرق الأوسط، وضعها شخص إسرائيلي اسمه عودين يينون، ده مستشار سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون، وكاتب صحفي ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية. كتب الرؤية والاستراتيجية والخطة دية اللي عرفت باسمه في مجلة ناطقة باسم قسم الإعلام في المنظمة العالمية الصهيونية في القدس المحتلة. الخطة دي أو الاستراتيجية دية ليست جديدة، يعني مش في أول أو آخر سنتين، الخطة انتشرت في فبراير سنة 1982. بتقول باختصار إن الكيان المحتل لازم يحقق تفوقه في منطقة الشرق الأوسط عن طريق حاجتين اتنين. الحاجة الأولى أن تصبح دولة الاحتلال قوة إمبريالية لها السيادة والريادة في منطقة الشرق الأوسط. الحاجة التانية أن تقوم دولة الاحتلال بتقسيم كامل الدول العربية إلى دويلات صغيرة تعتمد كل منها على أساس إثني وطائفي، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة وأكراد، انتوا شعب وإحنا شعب، وهكذا بنفس الفلسفة دي، وأن تصبح كل الدول دي تحت سيادة وإمرة دولة الاحتلال الإسرائيلي. دي الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط باختصار، طبعا في تفاصيل كتيرة لكن ده أساس ومحور هذه الخطة اللي اتكتبت في فبراير سنة 1982. وميزة الناس دي إنها لما بتحط خطة بتمشي عليها طوالي، حتى لو مات صاحب الخطة. إريل شارون ده مات لكن ما زالوا إلى الآن بينفذوا الخطة، نفذوها في لبنان، شفنا الحرب الأهلية في لبنان اللي حولت لبنان إلى بلد مشرزم ومقسم ضعيف اقتصاديا، لغاية دلوقتي عندهم مشاكل في نظام الحكم بتاعهم، ودولة الاحتلال كانت بتسعى إن يبقى فيه رئيس وزراء لبناني تحت إيديها يوقع ويمضي على ما هضمته دولة الاحتلال من أراضي لبنان. العراق كمان كانت من الدول الأولى اللي نفذ فيها تفاصيل الاستراتيجية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. شفنا دلوقتي ثلاث أجزاء وثلاث مكونات في العراق، المكون الكردي في الشمال، المكون السني، والمكون الشيعي. مصر كانت من الدول اللي نفذ فيها الاستراتيجية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، شفنا تدمير التجربة الديمقراطية والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث اللي جاء بإرادة الشعب المصري، الأستاذ الدكتور محمد مرسي، والأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام واللي قالها الإعلامي توفيق عكاشة بأنه بنيامين نتنياهو كان أحد المسوّلين
مشوقين لوجود عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة في مصر. السيسي أيضا دلل على أنه أتى بمباركة دولة الاحتلال لما قال قدام الأمم المتحدة أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. وكمان موضوع أن المخابرات لما بدأت 7 أكتوبر والحدث الكبير الضخم خرج مسؤول مصري في المخابرات وقال ان احنا ابلغنا الكيان المحتل ودولة الاحتلال بان في حاجة كبيرة بتجهز ضد دولة الاحتلال في قطاع غزة، لكن لم يستجب الينا احد. فبالبلدي كده هم فتتوا الدولة المصرية واضعفوها واتوا باشخاص خاضعين خانعين ضعفاء لا يملكون من الامر شيئا وسلطوهم على رقاب الأمة المصرية، ما ادى الى ضعفها بالشكل اللي احنا شايفينه كلنا. وما يحدث طبعا في موضوع سد النهضة والاخبار اللي بتقول ان دولة الاحتلال بتدعم سد النهضة وخنق مصر من ناحية الجانب الاثيوبي خير دليل على كلامنا. فايضا تم تحقيق او تنفيذ الخطة على دولة مصر. في السودان ما قام به محمد حمدان دجلو الشهير بحمتي وحركة الدعم السريع المتمردة من قتل للسودانيين والتمرد على الدولة السودانية أتى بعد زيارة محمد حمدان دجلو حمتي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ودعمه الكبير من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي هي بمثابة الحليف الأول لكيان الاحتلال في منطقة الشرق الأوسط. كمان موضوع انفصال جنوب السودان عن دولة السودان، شفنا ان اول دولة باركت انفصال الجنوب وتفتيت السودان بهذا الشكل كانت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال. دولة الاحتلال الاسرائيلي كانت من اوائل الدول التي اعترفت بدولة جنوب السودان. وهلوم جرا، فكل ده بيقول بشكل واضح ان كيان الاحتلال حان الوقت فعلا لتنفيذ الاحلام الكبرى لاسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات. طبعا سوريا يعني حدث ولا حرج، موضوع دلوقتي بقى قاب قوسين او ادنى، لو كيان الاحتلال دخل الاراضي السوريه محدش هيقول له انت رايح فين، هو اصلا محتل الجولان السوري ومحدش قال له انت بتعمل ايه، وبالتالي الوضع داخل سوريا مهيئ تماما لدخول قوات الاحتلال باي حجه، وبالاضافه الى باقي الدول التي تخطط دولة الاحتلال بهذه الاستراتيجية لتفتتها إثنيا وطائفيا لتحقيق وعد الرب زي ما بيقول الحاخامات بتوعهم، وتكون دولة الاحتلال هي القوة الإمبريالية المسيطرة على منطقة الشرق الأوسط. خريطة واضحة بتاعت ومعلومة ومعلنة تماما لكل أبناء الوطن العربي والوطن الإسلامي، وحتى دولة الاحتلال العالم واضح من النيل إلى الفرات. فأنت لو عايش في بلد من البلدان اللي الخريطة دي بتتكلم عنها فخلي بالك أنت هدف من أهداف دولة الاحتلال. في الختام في سؤالين أتمنى أنك تجاوبني عنهم بالإجابة الصحيحة في التعليقات. السؤال الأول بيقول: لماذا لا تخبرك وسائل الإعلام التابعة لحكومتك بهذه المخططات؟ ليه وسائل الإعلام بتاعتنا لا تخبرنا بهذا الكلام الخطير والمهم؟ السؤال الثاني: ماذا ستفعل إذا نجح كيان الاحتلال في تنفيذ هذه الاستراتيجية في البلد الذي تعيش فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله.